بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه. يعني تم الإخبار ديالنا من طرف عملة الإقليم لحضور المجلس الإداري لمدينة تزتونة الحسيمة. كان اللقاء على الساعة 4 زوالا من يومه الثلاثاء، وإذا بنا نفاجأ على أساس أننا سنخرج من القاعة، فطلبنا استفسار موضوعي للمنع الذي تعرض له الزملاء الصحفيون وجميع المنابر الإعلامية التي حضرت اللقاء. إلى حين تم استخدام 4 أشخاص ربما لم يقدموا حتى الصفة ديالهم، شكون هما؟ فتم كيقولوا يعني بين مزدوج أن يمكنكم تصرفوا الوزير ما عنده شي غرض بالصحافة، خصكم تخرجوا. فطلب يعني تم الإلحاح من طرفنا على أساس أننا لن نخرج من القاعة، كون أن الدستور الجديد يدشن واحد الحالة تشاركية مع المجتمع المغربي، وكما كيعرف الجميع الصحفيون ولا المهتمون بالشأن المحلي والسياسي والنقابي أن حق المعلومة مضمونة دستوريا، إلا أن السيد الوزير ربما سبق منع منابر أخرى في مدن أخرى مثل مراكش، ف ما كان منا إلا تشبتنا بموقفنا على أساس أن نحضر اللقاء، لأن ليس هناك شيء يعني يعتبر في سرية. إن كان السيد الوزير عنده شيء سرية كان أنه يقتني قاعة عمومية في النيابة ديال التعليم أو في شي فندق ودير الاجتماع الإداري ديالو سري. إذن هذا عمل مشين وعمل ربما يعني كيرد بينا الى القرون الوسطى، وكنتمناو ان السيد الوزير ما يفهمش بانه راه تغول على الصحافه وجرى عليها، لان احنا الصحافيين في الاقليم عبرنا على الموقف داخل القاعه ديال المدينه، وتم يعني النداء علينا من طرف مدير الديوان مشكور الاخ الزاوي، يعني تكلم معنا بواحد اللغه اللي تقبلناها بحكم ان العامل الاقليم السيد محمد التلتشن معنا واحد العهد اللي هو جديد، يعني تعود ان جميع اللقاءات كيعيط لنا باش نحضروا، واذا به ان المسؤوليه كامله نحملها للوزير ومن رافقه. ولذلك نحن متشبتون باصدار يعني واحد البيان اللي هو مشترك تنديدي، وعلى هذا الوزير انه يقلع على هذا العاده اللي نعتبرها سيئه، ونتحمل كامل المسؤوليه بذلك، لان التعليم راه عنده ميزانيه ضخمه، والتعليم هو اللي ربما كينزف المغرب في الاموال. اذا من حقنا كنا نعرفوا يعني شنو غيدور في هذا اللقاء، وربما كان يحتفظ بداك جوج النقاط اللي كيقول هو ما خصوش يتقالوا، يخليهم يعطينا حنا شنو عندنا، وداك النقاط ياجلهم الى ما بعد ويناقش مع الاخوان ديالو.